ولنقاش آخر مستجدات الأزمة الاقتصادية في لبنان وانعكاساتها السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية صحفي اللبناني محمود علوش. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما أسباب أزمة أفران الخبز الأخيرة؟ بداية تحية لك وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين. طبعا أزمة الطحين في لبنان هي ليست أزمة الطحين بشكل مباشر، هي أزمة جراء نقص الوقود في الأسواق. هذا الأمر دفع بالمخابز والأفران إلى الامتناع عن تسليم مادة الخبز إلى المتاجر، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث الآن عن أزمة الطحين أو كما ورد في خبركم عن أزمة نقص في مادة الطحين. الأمر الآخر، لا شك بأن هذه الأزمة هي جزء من يعني أحد أشكال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وهذه الأزمة بدأت تظهر بشكل جلي في عدة جوانب، سواء فيما يتعلق بالجانب الشح النقدي في الدولار، وأيضا تدهور سعر العملة سعر الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية. أيضا هناك جوانب أخرى تظهر فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن اللبناني، أيضا تتعلق بجوانب أخرى منها نقص الأدوية وما إلى ذلك. وبالتالي من دون شك نحن أمام أزمة بدأت تتحول إلى أزمة متكاملة الأطراف صح التعبير، و يعني في نهاية المطاف لبنان يعيش أزمة حقيقية، أزمة اقتصادية كبيرة لم يسبق لبنان أن عاشها على الإطلاق. وهذه الأزمة أنا أعتقد بأنها ستتفاقم يوما بعد آخر لعدة أسباب، منها ما هو مرتبط بوضع داخل لبناني يصعد من فرص تجاوز هذه الأزمة، ومنها ما هو مرتبط بعوامل خارجية تتعلق بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة اللبنانية في محاولة لتحجيم دور حزب الله في الداخل اللبناني. أمام العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، من دون أدنى شك الأزمة ذاهبة إلى مزيد من التصعيد ومزيد من التدهور خلال الفترة. نعم، في هذا السياق يرى البعض بأن العزلة الدولية للبنان سببها هيمنة ميليشيا حزب الله، ما مدى صحة ذلك؟ يعني بالطبع لبنان الآن يدفع ثمن هيمنة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني. صحيح هناك في لبنان أزمة اقتصادية لها بعد اقتصادي مرتبط بالفساد، مرتبط بالدين العام، مرتبط بانعدام إنتاجية الاقتصاد الوطني في لبنان منذ سنوات، وبهيمنة اقتصاد المصارف على الاقتصادات الأخرى. لكن هذا الأمر ليس بجديد على لبنان، نحن نعلم بأن موضوع الفساد في لبنان موجود منذ نحو 30 عام، منذ ما بعد الحرب الأهلية، وبالتالي هذا الأمر ليس مستجد. الآن بروز هذا الأمر، أنا أعتقد الدور الخارجي لعب تأثير كبير، وكان له تأثير كبير في إبراز المشكلة الاقتصادية في لبنان، بمعنى أن هناك ضغوط تمارسها أمريكا اليوم على حزب الله لتحجيم دوره، هناك أيضا مقاطعة عربية وخليجية على وجه التحديد للبنان جراء هيمنة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني، وبالتالي لبنان نعم لبنان يدفع في جانب كبير ثمن هيمنة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني وعلى الحياد السياسية اللبنانية. لبنان يدفع ثمن أجندات حزب الله التي تتعدى الجغرافيا اللبنانية. شاهدنا نشاط حزب الله في سوريا خلال السنوات الماضية، توسع دور حزب الله بشكل كبير، حتى لديكم في العراق أصبح هناك نشاط لحزب الله في رعاية المشهد السياسي العراقي. وبالتالي لبنان الآن يدفع ثمن هيدا الموضوع، وللأسف لا يوجد أي إدراك من جانب حزب الله لتداعيات ولعواقب هذا الأمر على الداخل اللبناني. الآن لبنان يشهد أزمة كبيرة جدا، ولا يوجد ما يشير إلى أن حزب الله بوارد التراجع. شاهدنا اليوم أن هناك حملة تقام ضد السفيرة الأمريكية في بيروت بسبب تصريحات ضد حزب الله وضد الحكومة اللبنانية. أنا أفهم بأن السفيرة الأمريكية بالتأكيد تصريحاتها تجاوزت الأعراف الدبلوماسية كونه تدخل في شؤون لبنان، لكن
هل الانتفاضة لكرامة لبنان وسائر لكرامة لبنان يكون باستدعاء الكرامة عندما يكون هناك تدخل أمريكي، وأن تغيب هذه الكرامة عندما يكون هناك تدخل إيراني على سبيل المثال؟ لأن الكل يعلم بأن كل الأطراف الدولية منخرطة بلبنان بشكل كبير، وبالتالي سيد كل ما محمود، أخشى بأن حزب الله يحاول أن يستغل هذه الأزمة لتعزيز مزيد من نفوذه على الدولة اللبنانية. هل تتوقعون بعد هذه الأزمة مع السفيرة الأمريكية في بيروت أن تتأثر العلاقات اللبنانية الأمريكية؟ يعني أنا أعتقد بأن بات من الواضح بأن الموقف الأمريكي في لبنان ذاهب باتجاه المزيد من التصعيد. الآن هناك حصار على عدة جوانب يتعرض له حزب الله في لبنان. الجانب الأول هو الحصار المالي الذي فرض في الفترة السابقة على كل مصادر التمويل التي تصل إلى حزب الله، وبالتحديد المال الذي يأتي من إيران. بالتالي العقوبات التي فرضتها أمريكا نعم على حزب على إيران كان في جانب منها موضوع الحد من التدفقات المالية إلى حزب الله. الأمر الثاني هو الضغوط الأمريكية على القطاع المالي اللبناني، والذي أدى إلى بشكل كبير من أيضا وصول السيول إلى حزب الله. وسمعنا السفيرة الأمريكية قبل أيام كانت تتحدث عن أن مليارات الدولارات التي كانت تصل إلى الحكومة اللبنانية كانت تذهب باتجاه حزب الله. وبالتالي هنا أمر مهم، بات من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تفصل بين شيء اسمه حكومة لبنانية وحزب الله. بات الأمريكيون ينظرون إلى لبنان بمنظور واحد على عكس الفترات السابقة، وبالتالي كلما زادت الضغوط الأمريكية على حزب الله، هذا يعني أنه في المقابل هناك ضغوط على الدولة اللبنانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تخشى من تأثير الضغوط على حزب الله على الدولة اللبنانية، لأنه وجدت أن في نهاية المطاف أن حزب الله هيمن على الدولة اللبنانية، ولم يعد هناك إمكانية للفصل بين الدولة اللبنانية وحزب الله. وبالتالي في الإجابة على سؤالك باختصار، صحيح، أنا أعتقد أن لبنان سيتأثر بشكل كبير بالحرب الآن الموجودة، هذه الحرب الباردة التي تخاض بين إيران والولايات المتحدة في أكثر من جبهة، من العراق إلى سوريا مرورا بلبنان، ولبنان أحد نتائج هذه الحرب. نعم، شكرا جزيلا لكم الصحفي اللبناني محمود علوش، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.